يقول أبو عبد العزيز الشيخ صالح: ما أبرز كتب ابن تيمية رحمه الله الذي يقرأ فيها طالب العلم المبتدي ويستفيد منها؟ العقيدة الواسطية أقرب كتبه رحمه الله، العقيدة الواسطية يقرأ فيها على أحد العلماء الذين يوضحون له هذه العقيدة العظيمة، ثم بعد الواسطية الحموية، الرسالة الحموية، ثم بعد الحموية الرسالة التدمرية. هذه الرسائل الثلاث يقرأها بالتدريج على العلماء لا على نفسه، يقرأها على العلماء الذين يشرحونها له ويوضحونها له. نعم.